الجزائر راني عارف عندهم وزير خارجية هو ولد السال وزير خارجية ثاني في الجزائر هذا حد من يعرفوا عنه يفهموا فهموا ذلك احنا وزيرنا الاول ينقالوا بسرعه الضيوف ولا ينقالوا اسمه الوزير الاول رئيس الجزائر بيطول اسمه لانه لانه معقول احنا لاجئين يعني انا تقولوا لي انتم وزير الارض محتل انا عند غوث اللاجئين مصطفى بشير لاجئ في دائره الحبس انا ماني وزير ونكذب على نفسي ياسر متكذب الى جدت علي يعني وزير إذا حد يعود واقعي ينطرح ينطرح إبراهيم غالي لاجئ دارة القوم مسجل غالي سيد مصطفى ما جايت إبراهيم عند غوث اللاجئين مسجل غالي سيد مصطفى إلى آخره وله عندهم رئيس ويخبر عن الله إطار عند غوث اللاجئين تعطي التمويل إذن هذا الشيء من الألقاب تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.